شيخ محمد مصطفى يقول الصحابة اقتتلوا في السلطة. إن الصحابة كانوا بيقاتلوا من الأجمار وقد يكون فيها حظ من الدنيا صحابة الله قال يبتغون فضلا من الله ورضوانا. زول يا أخي خلى بيته ملك في مكة، خلاه مرق منه لا شهادة لا حيازة ولا هنا، عديل ملك خلاه، قروشه خلاه، أهله خلاه، بلده خلاه، هاجره. ده كله ليه هاجره؟ لله تعالى. مصعب بن عمير إذا دخل بطريق مشى بالطريق الثاني بيعرفوا جبه جاي من العطور اللي بيستخدمها، رضي الله عنه. قروش والدته خلى ده كله مشى هناك المدينة، فأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وجلده يتطاير تطاير جلد الحية عن الحية، فلما رآه دمعت عيناه صلى الله عليه وسلم. فلما قتل في سبيل الله ما وجدوا ما يغطي جميع جسده، إذا غطوا رأسه بدت قدماه، فإذا غطوا قدماه فإذا غطوا قدميه بدا رأسه، رضي الله عنه. فوجدوا عليه فوضعوا فوقه الإذخر، جابوا الزرع غطوا به وشنو كرعوه، رضي الله عنه. ده كله خلوا له الدنيا دي كلها. صهيب رضي الله عنه لما مشى بعيد قال له امن خليك، قال له علمتم اني ارماكم، والله قال له عندي 70 سهم وعارفيني ما بجلي، هسي بشيل منكم 70. ها قال له الحاصل شنو؟ قال مالي دفنته في كذا وبيتي كذا، خذوه كله. قال لهم دفنته في المنطقه، ما كذب، ماشوا حفروا لقوا قروشه كله، قال لهم شيلوه بس ماشي للرسول. وصل الرسول قال ربح البيع ابا يحيى، ابو يحيى رضي الله عنه. ده الكل ده كله ما خلوه لله تعالى، ده كله خلوه لله جل وعلا. يا اخي يا عمر بن الخطاب بيجو نص قروشه، ابو بكر قروشه كلها، عثمان مبشر بالجنه برضه البئر، روما جيش العسره يجهزوا، كله لله تعالى، كله لله تعالى. قافله كامله مسلمون جاعوا اهل المدينه كلها ادى لهم مجاني، جو التجار نديك ضعفه 3 أضعاف 4 5 كل مره يقول لهم ادوني اكثر 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 اكثر، في النهايه قالوا دمنوا، قال بعتها لله، قال المساكين خذوها طوالي كلهم يتوزعوها. ديل ناس دنيا صحابه، ديل ناس دنيا. يجي ديسي لون صحابي بيقرا قران يا اخ، وسيد ابن حضير ملائكه بتنزل كر، صحابي بموت، سعد بن معاذ العرش بيهتز، ديل بيتكلموا فيهم؟ ديل بيجيبون بكلمه؟ معاويه رضي الله عنه قال ابن تيميه حكم المسلمين 40 سنة فكان من اعدل الناس، رضي الله عنه. داخل تسيلو بعد تتكلم فيهم، انصار السنه ليس عضو منهم قاعد، عشان تعرف شفتها شغله بتاعت لخبطه، شغله بتاعت حزبيه ومجاملات، طردوا الشباب، مالون الشباب، والله يتكلموا في الشيوخ. ايوه اعظم الشيوخ ولا الصحابه؟ اعظم ياتون الصحابه، اللي يتكلم في الصحابه تخلوه، ولا يتكلم في الشيوخ بالحق ما بالباطل، زي كلامنا ده نجيب تسجيلاتهم ونقول قالوا كذي والرد عليهم كذي، تتعصب؟ كلها لخبطه، والله الذي لا اله غيره، لخبطات نازل منهجهم ملخبط ومجاملات باسم الدين، خدعوا الشباب يا اخ، موتون، موتوا منهجهم.